عمورة. طب بتحس انه الرجال كمان بعيش قصص حب فاشلة؟ اكيد اكيد طبعا. شو بيعمل بعدها؟ انا كل قصص حب فاشلة. كم وحدة هن؟ ما حوالي يعني مش بالظبط. كم قصة حب فشلة بحياتك؟ لا ما اعرفش اعد يعني. يعني هالقد كتار؟ لا يعني هي الفكرة زي ما بتقول شيماء كده، فكرة اللي هو ايه في الخيال، يعني اللي بيسموه حب من طرف واحد. غريب صح؟ عادي والله بتحصل. انا جايه جدا. جايه جايبه نجمين متخيلين بس متخلفين. قاعدين طول الوقت نجوم خياليه. نجوم خياليه. بتحب هلا عموره؟ لا حاليا انا مفيش يعني. انا بقول لك لازم يبقى الحكايه بين طرفين. لما تبقى من طرف واحد ماشي، اقعد احب انا بقى مع نفسي وفي خيالي وكده، بس يعني ممكن هي ما تعرفش. فاهم الفكره؟ انت خجول شكلك جدا. عن جد؟ جدا والله. يعني شو قصه كل الكوميديانات بيكونوا خجولين ليه؟ يعني بيبقى البني ادم حساس شويه. أوكي. ومشاعره ازاز. اوكي. ما بتتجرحش، بتتكسر. انت ممكن تتاثر لدرجه انك تدمع؟ لا، لانه ما لازم الرجال يبكي. لا مش الرجال، لا يعني ما فيش حاجه توصلني ان انا اعيط يعني عشان حب ومب والفستق واللزق والكلام ده. واللحمه يعني مش لدرجه ان انا اعيط يعني. اوكي. لكن في حاجات تانية بتخلي البني ادم يعيط غصب عنه يعني. امتى اخر مره عيطت؟ لما توفى والدي. الله يرحمه. حسيت انه انت يعني سندك بالحياه. بطل موجود. بابا بقى يعني في صح. ايه؟ وما عيطت ساعتها على فكره يعني، بعدها بشويه كده بعد ما اليوم خلص والدنيا قعدت انا مع نفسي وانهارت بقى في الحكايه. بس العلاقه اللي بتفشل او قلبك لما بينكسر من ست، هذا الشيء ما بيسود الدنيا بوشك. لا لا خالص. اوكي. كيف شو عندك ادويه لحتى تقدر تقوى على الموقف؟ بتنغمس بالشغل، بتسافر، بترجع لعائلتك، شو بتعمل؟ ولا حاجه يعني، بعيش عادي جدا، بس بحاول اشيل الفكره من دماغي او بحاول اعمل لها معادل اخر بحيث ان انا ابقى متوائم مع نفسي. الشباب اقوى من الستات بهذا الشيء. يعني انك تو موف اون وتعمل هذا اللي انت عم بتقوله سهل ينقال من رجال او ينعمل، بس الست لا، بتعيش اكثر الامور صح؟ الستات اوفر قوي اصلا. مأفورين نحن على اوفر قوي في الحاجات دي. اوفر. طب انه مبدا انه لازم اتعرف على ست تانية لتنسيني الست الاولى، هل هيدا الشيء سليم برايك؟ ممكن تعمله؟ لا انا ممكن انساه من غير ما اتعرف على غيرها. بس يمكن الستات محتاجين يعملوا هيك؟ لا برضو ممكن بشغلها. على فكره ما فيش حد بياخد مكان حد، ولا حد بينسى حد حاجه. هو البني ادم مع نفسه عنده فلتر صح، يعرف يستخلص الحاجات اللي هو عايز يعملها يعني، او يسيب نفسه غرقان في قصه بقى توديه في داهيه.